بنتكلم في 10 فدان، ال 10 فدان دول كانوا بينتجوا 20 طن. من 5-6 شهور كان في قرار بإزالة المزرعة بالكامل. اسم حضرتك بيفكرنا بعالم الزراعة الجبار الدكتور سعد نصار. تقمص الشخصية كده واحكي لنا ايه اللي كان بيحصل هنا وازاي قدرنا نهزم كل التحديات اللي واجهت ال 10 فدان دول. بالنسبة للعنب كان في مشاكل كتير جدا، مشاكل نماتودة، مشاكل عفان جذور، والعنب لما بيبقى فيه اي مشكله من المشاكل ديت فبتقلل الانتاجيه عندك في الفدان، وعشان نتغلب عليها لازم نتغلب عليها باسلوب علمي. فبدانا في عمليه التجليم في شهر يناير، فكانت بدايه المرحله الاولى ديت احنا رشينا النوفا بلس للشجره العنب، فبدات السيره نفسها بدات تخرج. قبل النموات ما تطلع كنا احنا مروين العنب بالنوفا بلس، فبدات البكتيريا تشتغل على الجذور، بدا العنب عندي يبدا التخريج كويس. فرشينا النوفا كي، فكان في معدل خصوبه عالي جدا، يعني بدا ان هو يبقى لدرجه ان كان في ناس بتعدي تقول لك انت بتعمل ايه في العنب ده. قلت لي ان احنا قللنا استخدام التسميد الازوتي والتسميد الفوسفاتي والتسميد البوتاسي بمعدل 60%، وكان ده باين اصلا على الشجره. يعني انت الشجره اصلا عامله زي الطفل الصغير، بتكلمها بتقول لك هي محتاجه ايه. فانت لما بتشوف الشجره قدام منك كده بتعرف هي محتاجه ايه بالظبط. بعد ما حللنا التربه في البدايه وكده، وكانت ظهرت المشاكل ديت، فالعلاج ده كان افضل علاج بالنسبه لنا. وزي حضرتك ما انت شايف الغيط، يعني عندك الاحجام متوازنه، الكميات الموجوده على الارض وقدامك هي اللي بتحكي. فاحنا هنا بنتكلم في طفره، كان في حوالي 3 خطوط في اول الارض لو حضرتك شفتهم كانوا يعني معدومين، كانوا بداوا ان هم خلاص عايزين ينشالوا. لكن احنا بفضل التجربه ديت بدا الشجر يشتغل مره تانية، على الرغم ان هو مش يعني مش شايل حمل سمر السنه دي، بس الشجره اشتغلت، عاشت حيت، بدا يحيي الشجره من جديد. دايما في العنب بيبقى التلوين على مراحل، اتعلمنا كده. تمام. انا شايف ان هنا 90% من العنب التلوين تم بشكل كامل. تمام. وال10% هو اللي بيتم على مراحل. تمام. طب ده ازاي عملتوه ازاي؟ فدان في الرش على مدار الموسم كله ما كلفنا حوالي 80 لتر. 80 لتر نوفاكي. تمام. كلفني حوالي 190 لتر نوفا بلس، وده اقل من التسميد العادي. اقل من التسميد العادي. انت النهارده معلش انا مش عايز اتكلم في اسعار، شكاره النترات بكام، شكاره البوتاسيوم بكام، ما بتكلمش في اسعار، مش موجوده يعني. هي الوفره. تمام. وبالاضافه ان التسميد الحيوي ده مفيد بالنسبه للفرد العامل نفسه، وهو برش ما فيش خطر على العامل من رشه الاسمده الحيويه، ومفيد بالنسبه للمواطن المستهلك للعنب نفسه، ما فيش متبقيات.